من أجل نشر ثقافة التوعية الصحية في المدينة، أطلقت منظمة البصرة النسوية حملة التوعية لسرطان الثدي التي ستشمل المدارس والجامعات والمعاهد والأماكن العامة. التوعية بالفحص المبكر لسرطان الثدي، وذلك لكون مرض السرطان هو المسبب الأول لوفيات النساء الناتجة عن السرطان. أقمنا هذه الحملة نحن فريق البصرة النسوي وبرعاية كافالي لطب وتجميل الأسنان. أن حملة التوعية بسرطان الثدي الخاصة بفريق البصرة النسوي هي ليست الحملة الأولى ولا الأخيرة، كون أن الفريق يستهدف المدينة بنسائها ورجالها، لذلك هناك حملات أخرى في الجامعات والأماكن الترفيهية وكذلك الجيمينج سنتر لاستهداف كافة الفئات العمرية. رحبت النساء بهذه الحملة وطالبا أن تكون حملات توعية وتثقيف أخرى خاصة بالأمراض والحالات الدخيلة على المجتمع البصري. نشكر فريق البصرة النسوي لهذه الحملة والتوعية للنساء، ويريت تكون هذه الحملة مو بس بالمولات أو بالتايم، جميع أماكن تواجد النساء، يعني من أي يعني بالمدارس، وين تتواجد المرأة بالمدارس بالمولات بأي مكان تتواجد المرأة، جدا هاي الحملة، وياريت مو بس يعني مراجعتها للأمراض السرطان الثدي، المرأة دائما تتعرض لأكثر الأمراض من الرجل، الفيروسات اللي تصيب المرأة، فجدا رائعة هذه الحملة. احنا نرحب بهيك مبادرات ونحتاج هيك مبادرات توعوية وثقافية، لأن أغلب العوائل يعني تكون ربات بيوت ما عندهم هيك التوعية، فنتمنى يعني هاي المبادرات نتمناها يعني العوائل البصرية بالمول بالمنتزهات بكل مكان يعني موجودة بيه العوائل، نتمنى أن التوعية تكون اجتماعية وثقافية يعني وعلمية للأطفال، برامج يعني نتمنى هذه الأشياء. تبقى هذه الحملة واحدة من الحملات المهمة لتوعية المجتمع البصري من مرض سرطان الثدي، هذا وينتظر المواطن من المنظمات والفرق الصحية والاجتماعية المزيد من الحملات في الأيام القادمة. لقناة سامراء الفضائية ماجد الصقر، مدينة البصرة.